من الزائرين المهمين اللي تلاقيت فيهم بيوروتير مستر جزاف سيدي والأمير سعود. مستر جزاف، أنت عندكم شركة شحرور بالسعودية، إذا ممكن تعطينا بعض الأفكار عن... يعطيك العافية مهندس غسان. ما في شك أنكم أنتوا المجلة الرائدة بالشرق الأوسط اللي بتهتم بأمور الدواجن وبتعطي حلول عبر المقالات المهمة اللي بتسجلوها فيها. نحن شركة الشحرور شركة تأسست بالسعودية سنة 1982، منعنا بقطاع الدواجن بشكل أساسي وقطاع الأبقار، وقلنا مساهمات كبيرة بتطوير القطاع في المملكة. معي بالزيارة سمو الأمير سعود آل سعود اللي هو شيرمن وبارتنر معنا بالشركة، ومعي الدكتور أحمد عبد الغفار اللي هو مدير المبيعات بالشركة. منحرص دايما على انه نزور معرض يوروتيه لتنوع الفرص اللي موجوده فيه، وللحقيقه بالسابق قدرنا اخذنا وكالات كانت كتير مهمه وساهمت كتير بتطوير الصناعه بمجالنا بالسعوديه. عم نطلع هلا لنكمل الرينج تبعنا عبر شركه تغطي قطاع البيتس اللي هو بلش ينمى هلا بالمملكه العربيه السعوديه، وهيك نكون كملنا الرينج تبعنا بولتري ديري أكوا وهلأ البيتس. بتشكركم على المقابلة وبتمنى لكم كل الخير.